شعرت الذئاب بخطر كبير نحو هذه المرأة وتابعوها للقيام بذلك. يسعدنا معرفة أن مقاطع الفيديو الخاصة بنا تصل إلى أماكن لم نتخيلها مؤخرا. اتصلت بنا مشتركة من رومانيا تحب التحدث باللغة العربية وتريد إخبارنا بحقيقة لا تصدق. تدعى لوريندانا ستيفانسكو، وهي في الأصل من مكان يسمى ترانسلفاني، وبشكل أكثر تحديدا بلدة صغيرة في مقاطعة برازو. تبلغ من العمر 31 عاما الآن، لكن قصتها حدثت منذ سنوات عديدة. حسنا، نعلم أن الحياة تعلمنا دروسا، وهذه القصة واحدة منهم. تابعوني حتى نهاية الفيديو، أنا متأكد من أنك ستندهش حقا. حكم زعيم شيوعين رومانيا في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، لكن سلطته كانت على وشك الانتهاء. لم يعودوا بحاجة إلى هذا الرجل في حكومة، يتهمونه بأن البلدة تعيش في فقر مدقع. لذلك بسبب الاحتجاجات الجماهيرية لم تتوقف الشرطة والجيش عن العمل، وعندما يتم استدعاؤهم ذهبوا للسيطرة على الفوضى في أي وقت وبغض النظر عما يفعلون. من ناحية أخرى، الشابة إيلينا في شهرها الأخير من الحمل ويمكنها الولادة في أي وقت. بعد الزواج ذهبت للعيش مع زوجها وهو شرطي، يخشى استدعاءه للعمل عندما تكون زوجته على وشك الإنجاب، ولكن للأسف تحقق هذا الخوف. ذات يوم طرقوا باب الزوجين وجاء زميله ليخبره أنه بحاجة إليه. استمرت الاحتجاجات في ذلك الوقت، وهذه المرة زادت الاضطرابات في المدينة. اضطر الرجل الذهاب إلى العمل لمدة يومين ولم يكن يتوقع ذلك. سأل زوجته: هل تعتقدين أنك ستلدين وأنا لست بجوارك؟ ردت إلينا: أنت تقلقني. لا تقلق، سأكون بخير أعدك، فقط اذهب للعمل، نحن بحاجة إلى المال. لذلك اتصل زوج إلينا بوالديه الذين يعيشون في بلدة مجاورة لرعايتها حتى يعود، ولكن بمجرد أن غادر الزوج اتصلت المرأة بأسرته مرة أخرى وأخبرتهم أنه لا يتعين عليهم الحضور، وأكدت لهم أنها بخير، هي فقط لا تريدهم أن يقلق لأن الوقت لم يحن بعد للولادة. في صباح اليوم التالي غطت الثلوج المدينة واقتلعت عاصفة العديد من الأشجار وأتلفت بعض الهواتف وخطوط الكهرباء، تاركة المنطقة بأكملها دون اتصال. تذكر في تلك الأيام لم يكن لدى الناس تكنولوجيا، لذا فإصلاح التوصيلات يستغرق بضعة أيام. في نفس اليوم شعرت إلينا بانقباضات قوية جعلتها تعتقد أنها مخطئة وأن الطفل في طريقه للخروج، فاتصلت بزوجها الذي لم يعد إلى المنزل بعد، وكذلك أهل زوجها، لكن دون جدوى. لا توجد طريقة، فقررت إحضار مفاتيح السيارة. ركبت وأرادت الذهاب إلى المستشفى، لكنها وجدت القليل من الوقود، لذلك خرجت إلى الشارع للعثور على وسيلة نقل يمكن أن تأخذها إلى وجهتها، لكن للأسف لم يكن هناك أحد. لم يكن هناك أحد في الجوار، فكان عليها ركوب السيارة والقيادة إلى المستشفى. بعد القيادة لبضعة كيلومترات توقفت السيارة على مسافة بعيدة. لم تصدق المرأة أن الطريق فارغ بالفعل. إذا كانت الشابة محاصرة فلا يزال هناك طريق طويل لتقطعه، والأسوأ من ذلك هو الرياح القوية والثلج البارد جعل الأمور أكثر صعوبة. شعرت إلينا بألم حاد في أسفل بطنها ولم تعرف ماذا تفعل. كانت خائفة وقررت السير على الطريق على أمل رؤية سيارات عابرة، ولحسن الحظ عندما رأت سيارة تقترب أشارت إليه للتوقف، ولكن للأسف لم يكن هذا هو الحال. اعتقدت إلينا أن السبب في ذلك هو سوء الأحوال الجوية، وربما لم يرها ذلك الشخص بسبب الضباب. انتظرت بضع دقائق وأخيرا جاءت سيارة أخرى أشارت إليها دون جدوى. كانت السيارة في الواقع حافلة مليئة بالناس، لم تتوقف لمساعدتها ولم يقل أحد شيئا. هذه المرة عندما نظر إليها بعض الناس أدركت أنهم رأوها لكنهم تجاهلوها. كانت الرياح أقوى وتساقطت قشور كبيرة من الثلج الشائك على وجه المرأة. بعد السير على طول الطريق لفترة من الوقت ورؤية أنه لا توجد سيارة، وجدت المرأة شيئا غريبا جدا أمامها. كانت هناك مجموعة من الذئاب على تل قريب. لم تصدق ذلك وعلى الفور هربت من الطريق في حالة ذعر. بالفعل على بعد أمتار قليلة انتظرت حتى لا تلاحظها الوحوش. بعد ثوان قليلة شعرت إلينا أن الوقت قد حان للولادة. سقطت على الثلج وحيدة وخائفة وتبكي تتوسل إلى الله أن يحميها لتحافظ على طفلها، وفي غضون ذلك لم تكن تعرف تماما ما سيحدث. فجأة مر شيء ما عبر أنف الحيوان بالقرب منها،
شمت رائحة غريبة جدا، ثم رفع المفترس الواقف رأسه. كانت الرائحة مجهولة تماما، فبدأ الذئب في ملاحقتها ببطء، وتبعته الذئاب الأخرى. فجأة مشى الذئب نحو المرأة أسرع وأسرع، وبعد ثوان قليلة رأت إيلين عينان كبيرتان أمامها. كانت خائفة أكثر من أي وقت مضى، وقبل أن تصرخ طلبا للمساعدة رأت شيئا غير متوقع. إنها معجزة لا يراها سوى قلة من الناس. كان الذئب في الواقع ذئبا رماديا كبيرا. نظر إليها ثم رفع رأسه وعوى بصوت عال كما لو كان يقول شيئا لقطيعه. في هذه اللحظة دارت جميع الذئاب حول المرأة واقفة بجانبها واحدة تلو الأخرى. بدأت الحيوانات المفترسة في صنع جدار لحمايتها من الرياح الباردة. أنجبت إيلين طفلها الأول وقد فعلت ذلك في الثلج، ثم تراجعت خطوة إلى الوراء. مدت الأم الشابة يدها لتأخذ طفلها ولمست بيدها اليسرى رأس الوحش. لم تعد المرأة خائفة، وهي الآن في حقل مغطى بالثلوج محاطة بمجموعة من الذئاب مع ابنتها الصغيرة. رفع الذئب يد إيلين ورأسها لأعلى وتبادلا النظرات لثانية. اعتقدت المرأة أن عيون الوحش كانت تبتسم لها. ثم اقتربت كل الذئاب من الأم وابنتها وأعطتها الدفء. كانوا جميعا إلى جانبها، وعلى الرغم من كونهم ذئابا ضخمة ومتهورة لم يظهر أي منهم أي عدوان. وفجأة هدأ الطقس السيء وخيم الصمت وانفتحت الطريق، وكان حموان إيلين في سيارتهم بالقرب منها، فركضوا للعثور عليها. بعد إيقاف السيارة وجدوا المرأة على جانب الطريق. سرعان ما ابتعدت الذئاب عندما رأت الغرباء يقتربون، وتوقفت ليس بعيدا. صاحوا: يا إلهي، لقد قتلها الذئاب. ذهب والدا زوجها إلى حيث كانت، ولكن عندما اقتربوا رأوا الأم لا تزال على قيد الحياة مع طفلها. قال الرجل: مستحيل، واستدار. وجد الذئاب تحدق في أعينهم بهدوء ولا يبدو عليهم الخوف. ثم حمل والد الزوج الفتاة الصغيرة بين ذراعيه وأخذها إلى سيارته الدافئة. دخلت المرأة أيضا بمساعدة حماتها السيارة وحملت طفلها، لكنها نظرت إلى الذئاب خارج النافذة للمرة الأخيرة وهي تلوح لهم وتبكي، فكانت حقيقة لا يمكن نسيانها. اليوم تبلغ ابنة إيلين 31 عاما، ونشكرها على السماح لنا برواية قصة والدتها المذهلة والرائعة. أحيانا تظهر الحيوانات تقديرا ولطفا وحبا أكثر من البشر، وهي بلا شك حقيقة فريدة من نوعها، وتعلمنا أيضا أن الحيوانات تفاجئنا دائما. حصلت هذه المرأة على مساعدة لم تتوقعها على الإطلاق. يجب أن نفهم أنه في مملكة الحيوان لا يوجد شر، لا حسد ولا كبرياء، ناهيك عن اللامبالاة. تذكرني هذه القصة بما تراه على الشاشة. أدعوك لمشاهدته عبر الرابط الموجود في مربع الوصف، فلن تندم حقا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.